ما هلا سلمى رح نبقى بحلب اول شيء لنطمن عن اهالينا بحلب لنشوف اليوم النشاط الانساني كيف عم بيكون ضمن حلب ومبادره شهيق زفير. رح نتعرف اليوم على اهم اعمالهم ونشاطاتهم وكيف كان استقبالهم للعام الدراسي الجديد. وضيفنا اكيد وهو من اهل دار صباح نغير لليوم السيد منتصر كيالي مؤسس مبادره شهيق زفير. سعد صباحك استاذ. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل العادة متعودين على نشاطات متعددة بتقوموا فيها دائما بأغلب الظروف شو ما كان الظرف أنتم متواجدين مع أهلينا بحلب. خلينا نحكي عن آخر النشاطات اللي قمتوا فيها أستاذ منتصر. يسعد صباحكم. النشاطات اللي قمنا فيها نحن هي دفتر وقلم السنة الرابعة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، بس نحن دوما بنضل واقفين على رجلينا وبنعطي للناس اللي بنحبهم نحن. الفكرة هي بلشت اني من اربع ثلاث سنوات كان دفتر وقلم شغال، وهلا حاليا نحن عندنا مبادرة هي جديدة دفتر وقلم، بنحاول نعطي قرطاسية وحقائب وألبسة بمناسبة العام الدراسي. هي بتستهدف فئتين، فئة أطفال لازم داون وهم أطفال منكوبين بالمناطق الشرقية اللي هن ما عندهم قدرة يشتروا قرطاسية وحقائب إلى آخره. تمام. نعم، خلينا أستاذ منتصر نحكي أكثر اليوم. أطفال متلازمة داون دائما لهم حصة ضمن نشاطات شهيق زفير، ودائما عم نشوف صور وفيديوهات لأنشطة كثير بتخص هدول الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شو عم تشتغلوا مع هدول الأطفال؟ هلا نحن ما بنقول هدول هن من صلب على عملنا. هلا نحن عم نفكر بمشروع كثير حلو يكون له دور كبير وله دور تاثير مهم على هالذوي الهمم. هلا الفكره طرحت هي عباره عن انشاء مشروع صغير يضم مجموعه اربع خمس اطفال، طبعا مع مشرفين حيكونوا موجودين معهم وقت حيكونوا مشروع يشمل يعلموا موضوع التصميم، موضوع تجهيز الالبسه، موضوع قص اللبس، موضوع خياط اللبس، تنشئته الى اخره. فنحن غايتنا دوما نحن بشكل عام ان هدول الاطفال لهم دور يكون المجتمع بيدخلوا سوق العمل. المشغل هو عباره عن فكره احد الجهات العامه اللي موجوده معنا، هي موجوده بحلب مشهوره. فكرتهم اني يطلعوا منتج معين باسمهم هن، يعني مثلا كل طفل مثلا انا اسم على سبيل المثال تسنيم، مثلا بنطلون اسمه تسنيم، مثلا نوع الماركه او البراند، يعني تيشيرت اسمه فلان حدا، بطبع عليه صورته وينطبع وتوزع بالسوق، ينباع باسعار رمزيه نوعا ما، بكون له دور كبير. انا بتوقع هاي الفكره ما حدا عملها، يمكن ما ينطبق بغير دول. احنا عم نحاول دوما نقول احنا افكارنا نوعيه، افكارنا لها دور كبير صراحه ولها تاثير مهم على المجتمع. فان شاء الله يا رب يكون دوما قد الفكره هي وقد العمل اللي عم يشتغلوا بيني وبينك، بس عمل متعب جدا جدا، بس دوما نحن وقت بتقعدي معهم بتشتغلي معهم اكيد بتاخذي طاقه ايجابيه. اكيد، ودائما لكم نشاطات متميزه، والحقيقه خلال هي الفتره وبالذات السنه هي كانت شوي صعبه وقاسيه على اهالينا بحلب من الزلزال وصولا الى الظروف الاقتصاديه اللي هي عم تتواتر بعد هي الكارثه اللي حلت على بلدنا. كمان خلينا نحكي شوي اليوم عن التشبيك، أهمية التشبيك مع الجمعيات والمنظمات الغير حكومية المتواجدة على الأرض، واللي عم بيكون في لكم دور كبير بهذا الشيء لحتى يتم توزيع كل شيء وحاجته بالشكل المناسب. هلا نحن أكيد تشبيك مع جمعية الرجاء، هي نحن دوما شريك أساسي معهم، نحن مشبك مع غرف التجارة، مع غرف الصناعة، مشبك مع بقية الجمعيات اللي موجودة ضمن سوريا مثلا او خارج سوريا، بس طبعا خارج سوريا بنحاول نكون بعيدين عنه حتى يكون في الموافقه معينه. اكيد احنا عندنا تشبيك مع بقيه الجمعيات، عندنا مع بقيه المنظمات، لان هن اكيد هن داعم لنا اساسي، هن اكيد مثل ما هن بدعمونا نحن بدعمونا. فانا برايي الشخصي اذا ما كان لنا دور مع بقيه الجمعيات او بقيه المنظمات اكيد ما حننجح نحن بعملنا نحن بصراحه. اكيد في فكره معينه رح تكون ان شاء الله قريبه جدا مع لمه امل بالشام، رح يكون في عمل مشترك بيناتنا، رح يكون 10 على ما اظن بالربوه،
رح يكون مجموعة أطفال، بالإضافة لمجموعة أطفال يكون موجودين معهم. هي عبارة عن إني نشاط ترفيهي للأطفال، بيعرفون على مجالات كتيرة، بيعرفون على نقاط كتيرة، ورحنا نحط واجب الفترة إن شاء الله إذا الله غد. حتى إذا كان عندكم وقت أكيد تكونوا معنا إذا الله غد. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف عافيه استاذ منتصر، نحن دائما متعودين على هدول النشاطات الانسانيه الخيريه من شهيق زفير، بنتمنى لكم كل النجاح، ودائما رح نضل هيك على تواصل لنضوي اكثر على كل المبادرات اللي عم تشتغلوا عليها، تحياتنا لكل فريق العمل اكيد، شكرا لحضرتك.